السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، تقبل الصيام والقيام. نأتي على ثاني حلقة من حلقات قصص وعبر، وهذه المرة سنتطرق إلى قصة أصحاب البقرة التي وردت في سورة البقرة. رغم أن سورة البقرة يعني من أطول سور القرآن الكريم وفيها الكثير من القصص، لكنها انفردت باسم ذكر أصحاب البقرة، وما هذا إلا فيها عبرة جلية وواضحة جدا. وهذه العبرة تقول بأنه من يريد أن يتكلف أو يشقق أو يخالف أوامر الله يشقق الله عليه ويصبح أمره صعبا، يعني هكذا. وهذا ما حدث في تساؤلات بني إسرائيل، لنأتي على ذكر القصة. هذه القصة وقعت حقيقة في وقت موسى عليه السلام، وملخص القصة بكل بساطة أن هذه القصة أن هناك كان معمرا أو رجلا غنيا من بني إسرائيل، وكانت له ابنة جميلة في أغلب الروايات، وكان له ابن أخ، وكان ابن أخيه هذا إنسان فقير، إنسان بين قوسين زوالي ما عندوش، وفي نفس الوقت كان سيء الأخلاق، وكان يستعجل أن يموت عمه ليرثه وليصبح غنيا ويتزوج ابنته، هكذا كان يحلم ويخطط. ولكن دائما تأتي الأمور على عكس ما نتوقع، تجري ريح بما لا تشتهي السفن، فقد عمر عمه طويلا وكان بصحة وعافية، فأراد أن يتخلص من عمه ليرثه، ودبر في ليلة من الليالي، فكر في قتل عمه ودبر هذه المؤامرة الخبيثة، وبالفعل قام بقتل عمه. والمؤامرة الثانية أنه ألقاه أمام بيت أحد أقاربه وجلس يبكي على طريقة قتل القتيل ومشى في جنازته، فالتم حوله الناس وسألوا أصحاب البيت: هل أنتم قتلتم هذا؟ قال: لم نرى، لم نقتله. واختلف القوم على هذا الموضوع، فقالوا: ادعوا موسى، وموسى كان نبي من أولي العزم. فجاء موسى عليه السلام وسأل بني إسرائيل: هل رأى أحد منكم من قتل هذا؟ الكل قال: لا، لم نرى. فنطق أحد بني إسرائيل، أحد الذين كانوا حاضرين يعني في المجمع، وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك، يعني شوف يعني تخيل يعني حتى طريقة الكلام، ادع لنا ربك، يعني كأنه ليس ربهم، يعني هذا سوء أدب مع نبي الله ومع الله أيضا. وبالفعل موسى عليه السلام تضرع وسأل الله بأن يكشف عن هوية القاتل، فأمرهم فأوحى إليه أن يذبحوا بقرة. فجاء لبني إسرائيل فقال لهم: اذبحوا بقرة. قالوا: تستهزئ بنا؟ فولهذا جاء في القرآن الكريم: أعوذ بالله أن أكون يعني من الجاهلين، يعني أنا مش جاهل، يعني لا أستهزئ بأوامر الله. قال: لا، أنت تستهزئ بنا، نسألك عن القاتل وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة. وفي الأمر يعني لما نلاحظ أنهم قالوا: أي بقرة، يعني اذبحوا بقرة، أي بقرة ممكن كانت تفي بالغرض، لكنهم قلوبهم قاسية وأرادوا أن يشددوا على أنفسهم. فذهبوا إلى موسى قالوا: ما عمرها؟ قالوا: هي متوسطة، لا فارض ولا بكر، هي متوسطة. لم يكتفوا بهذا الوصف، ذهبوا ثاني مرة إلى موسى وقال: يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا لونها. قالوا: إنها صفراء. ثم عادوا مرة ثالثة قال: يا موسى إن البقر تشابه علينا، إحنا ما نش عارفين، فادع لنا ربك يبينها لنا بكل وضوح. قالوا: هي بقرة غير مذللة، بمعنى آخر غير ذليلة ومتعبة في الحرث، ولا مسخر الحرث ولا للسقي. قال: الآن جئتنا بالحق، يعني تخيل حتى الكلام، الآن جئتنا بالحق، يعني كأنما كان يقول موسى قبل ذلك ليس من الحق بشيء. وبالفعل بدأوا بالبحث عن هذه البقرة فلم يجدوها إلا لدى فتى فقير ويتيم، ويقال أن أبوه كان صالحا وترك هذه البقرة عجلة يعني صغيرة، وكبرت هذه البقرة. فلما رأوها قالوا: هذه البقرة التي طلبها الرب. فذهبوا إلى الفتى، وكان الفتى بارا بأمه وأبيه، وهذا من العبرة التي نستخلصها، أنه يعني عندما كان بارا بأبيه جاءه الرزق. فسألوه: أن تبيع لنا هذه البقرة؟ قالوا: أشاور أمي. وبعض الرواية تقول ما عرضوا عليه 3 دنانير. فذهب إلى أمه ليشاورها، فقالوا: هذا على ما يبدو لا يريد أن يبيعها. فقال: لماذا لن نضاعف له الثمن؟ فضاعفوا له الثمن. فقالت له أمه: لا تبعها. قالت لهم: أنا لا أريد أن أبيع. فقالوا له: اطلب ما شئت. فأراد أن يبعدهم، يعني لا يريد أن يبيع البقرة. قال لهم: وزنها، والبعض قال أنه جلدها ذهب يعني تعمرها. فوافقوا على ذلك، وقبل ذلك ذهبوا إلى موسى. هذه ربما العبرة الجميلة في هذه الآية. قالوا: يا موسى أنه هذا يعني يطلب شيء خيالي، شيء كبير. قال: أنتم شققتم على أنفسكم، يعني ربي في الآخر قال لكم بقرة، أي بقرة، أنتم شققتم على أنفسكم. وهذا دائما الإنسان الذي يشق على نفسه يتعب نفسه، يعني أوامر الله بسيطة والدين يسر، هكذا. يعني هذه عبرة من أحد العبر المستخلصة من هذه الصورة. وبالفعل اشتروا هذه البقرة وذهبوا فذبحوها وقاموا برمي بعضها، ضربوها بالقتيل فأحيا الله القتيل،
فقال إن ابن أخي هو الذي قتلني، فحرم من الميراث، وأصبح هذا هو قانون إلهي. يعني في كل الأديان جاءت بأن القاتل الميراث لا يرث إلى يومنا هذا. فنستخلص الكثير من العبر من هذه الآية من هذه القصة. أولا إنه الدين دين يسر، فمن أراد أن يشقى لنفسه فيشقى نفسه يتعب. اثنين إنه الفطرة تتجه إلى الدين الإسلامي وتتجه إلى السلوك الحسن، فكلما خالفت الفطرة إلى سلوك سيء تتعب نفسيا، وهذا من باب التعب النفسي ومخالفة أوامر الله. ثالثا من العبر الجميلة في القصة أن من يكون بارا بوالديه بأمه وأبيه يأتيه الرزق رغدا، والله يتكفل برزقه ويرضى عنه والديه ثم يرضى عنه الله، ورضى الوالدين رضى الله. يعني ولهذا جاءت حتى وبالوالدين إحسانا. ثم من العبر المسلمة أنه القاتل لميراث لا يرث، وبقيت هذه السنة إلى يوم هذا وأصبحت بالقانون، والشرائع هي شرائع واحدة في هذا الموضوع. ثم من العبر الجميلة جدا والمستخلصة في هذه الصورة أيضا بأن هناك ملمح جميل في هذه الصورة بأن بني إسرائيل دائما قساة غلاة، فدائما كانوا دائما ينكرون الحق، فدائما من عادات منكر الحق يريد أن دائما يتردد في قبول الحق، ودائما يناكف، ودائما يعاند، ودائما يريد أن يكون ضد ما تقول، ولو بالتهرب ولو باختلاط الذرائع. إلى هذا الحد أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لنلتقي في حلقة أخرى، والسلام.